انما تواكب مع هذا ايضا حاجه غريبه، يعني ان مصر الان بتشهد واحده من مذابح الشجر والاشجار. هي جت مع بعضيها بقى معلش في نفس الوقت كده. طبعا اكيد مش بيمهدوا لاوراق الشجر هيخزنوها يعني اطلاقا، يعني دي حكومه ذكيه تفكر في اي حاجه. لا مش الدرجات دي احمد، مش الدرجات دي. انما احنا وصلنا لمرحله ان انت حتى ثقافه الحياه، تعرف ان انا دلوقتي كان الكلام امبارح هنروح الصحراء ونعمر الصحراء ونخدر الصحراء. تخدر الصحراء وانت بتحول المساحات الخضراء داخل مصر في القرى الكبرى المحافظات الى صحراء جرداء. قصه قتل واغتيال اشجار بقالها النهارده عشرات السنوات. ده انا شفت صور والله اقسم بالله زعلت جدا جدا، بعد شويه هنشوفها في احمد ورابي في المهندسين. ده انا كنت خلاص ده انا قضيت اكتر من 20 30 سنه من الاشجار دي رايح جاي عليها وتحتها، ولقيت حاسس بالفه وحاسس انها جزء من تكوينه. انما ادي ساعتك النهارده حمله ممتده لاعدام الاشجار ومسلسل مستمر على مستوى مصر، مش بس حته بعينها. رغم ان احنا للاسف الشديد حقنا كمصريين في الخضره عشان نتنفس هواء، المفروض الاحصائيه العالميه بتقول تقريبا 84 او 85 مليون فدان، عندي 5 مليون فدان. انا اهو مصر تحتاج 58 مليون متر حدائق، والاحصاء بتقول انا عندي 5.4 مليون فقط متر. يعني المواطنين محتاجين 58 مليون متر حدائق عشان يقدروا يتنفسوا وفق النسبه العالميه. انا عندي 5.4 مليون متر على مستوى مصر. فدي لم تكتفي ايضا، ذهبوا حتى اسكندريه. ابو قول يا راجل، انا اقول لك اسكندريه ماريه وترابها زعفران والشط والخضره. احنا بنروح حضرتك اسكندريه عشان نشوف الخضره. زي ما رحاب عوب بتقول مذبحه الاشجار دي بتتم دلوقتي حالا في شارع كليه الهندسه. ولما كلمت العمال شاوروا لي، كلمت سياده اللواء على الرصيف الثاني، كلمته قال لي تعليمات المحافظ لتجميل المدينه. انت متخيل سعادتك؟ تجميل المدينه يقتضي ان نقتطع الاشجار. اي تجميل؟ طب ماذا عن القبح؟ وكل شجر شارع ابو قير هيحصل له نفس الموضوع. وسالني كذا مره يعني تخويف كده، اتعرف بيكي تكلمي ليه؟ طبعا هي مقدمه صور اهي لشكل الشجر المكتمل وازاي بعد ما تم تنفيذ عمليه الاغتيال والاعدام لهذه الاشجار. انت امام ايضا نظام يعني معادي للاشجار وللخضره وللجمال، نظام ملتصق بان هو يحارب الجمال ويدعو الى القبح. احمد، احمد مش ممكن برضو يعني برضو ما نبقاش كل حاجه كده سايقين النيه. مش ممكن يكونوا هم هيزرعوا اشجار تانية من اللي بتتاكل. وايه المنع تزرع اشجار ورق عنب مثلا وتسيب الاشجار دي؟ يعني يكون مثلا دلوقتي يا احمد هيعملوا مصر كلها ورق عنب. انا عندي في مصر بطولها بارضها بشمالها بجنوبها عندي 5.4 مليون متر مربع في الشوارع. انا في احتياج كمصريين شجر مانجا تبع البني ادمين. ايوه اللي هم على ظهر كل الارضيه دي على المجره دي. ايوه المفروض يكون عندي 85 مليون متر مربع، انا عندي 5. انت رايح ليه انت رايح ليه تبيد الاشجار يا فندم؟ في بينك وبين الجنين الجمال ايه؟ بينك وبين الحياه ايه؟ لا تقتلوا الاشجار، لا تقتلوا الاشجار سامحكم الله. والله هناكل ايه؟ ده احنا حتى الشجر مش لاقيينه يا جماعه. يعني ما نسيبه وقت زنق، سيبه هنزنق. ده دلوقتي والله العظيم طول ما انا ماشي ابص على الشجر اشوف الورق ده ينفع يتاكل ازاي. في اشجار شكلها مش هينفع. النخيل مثلا هناكل ورق النخيل ازاي يا جماعه؟ ده يعور في الزور. ارجوكم ابحثوا عن حلول اخرى، ابحثوا عن حلول اخرى مرتبطه بحياه المصريين تخلي حياتهم افضل كثيرا. انتم تحوزون الحكم وتحوزون الإدارة وتحوزون السلطة والأمر كله معاك يا باشا. عيش يا باشا.